الانفجار السكاني الذي تشهده باكستان أثر بشكل كبير على المستوى التعليمي بها، ففي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 207 ملايين نسمة يوجد أكثر من 22 مليون طفل محرومين من الدراسة بسبب معاناة المدارس من اكتظاظ الطلاب بها ونقص المدرسين. ولم يتدنى مستوى التعليم من حيث الجودة فقط، بل وصل للبنية التحتية حيث يصطف الطلاب بجانب بعضهم بعضا جالسين على الأرض حينا وواقفين على أرجلهم حينا آخر. وفي محاولة للسلطات المحلية لتطوير التعليم، بني 2700 مدرسة جديدة ووظف 57 ألف أستاذ خلال الأعوام الخمسة الماضية. أعمل معلما في هذه المدرسة منذ 19 عاما، الوضع في هذه الأيام بات أفضل من الماضي. ويرجع البعض التدني في التعليم لسبب آخر، وهو تدهور الأوضاع الأمنية في باكستان التي تخوض حربا ضد الإرهاب. لكن السبب الرئيسي هو الزيادة السكانية التي تتوقع الأمم المتحدة أن تصل بسكان باكستان إلى 310 ملايين بحلول عام 2040.